لو سنك فوق 40 سنة وعندك ألم في الكتف وبتيجي تلبس الهدوم بيبقى فيه صعوبة، أو تيجي مثلا تنشف ظهرك بعد الاستحمام بيبقى الموضوع صعب. في فيديو النهاردة هقولك إيه سبب الألم والتيبس اللي في كتفك ده وإزاي تقدر تعالجه بتمارين منزلية بسيطة، فيلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. لو سنك فوق 40 سنه وعندك سكر، مرض السكر هو عامل من العوامل اللي مسببه الم الكتف عندك، وسبب الم وتيبس الكتف عندك ده هو حاجه اسمها تجمد مفصل الكتف. والمشكله دي سببها ان الكبسول اللي بيحوط بالكتف، الكبسول ده هو زي مجموعه اربطه كده بتحوط بمفصل الكتف. الكبسول ده لو حصل فيه التهابات بيبدا يبقى فيه الم، ومع الوقت كمان بيبدا يبقى فيه تيبس في الكتف. وفي بعض الحركات كده بنبدا من خلالها ان احنا نقيم هل ده تجمد كتف ولا لا. ان انت مثلا تجيب ايدك تحطها ورا راسك بالشكل ده، او مثلا تجيب ايدك تحطها فوق راسك، او تجيب ايدك تحطها على كتفك التاني، او ايدك تحطها ورا ظهرك. الحاجات دي كلها او الحركات دي لو انت ما بتعرفش تعملها فغالبا انت عندك مشكله تجمد او تيبس مفصل الكتف. ومشكله تجمد الكتف دي غالبا بتتحل، بس الموضوع بياخد وقت شويه. يعني هي ليها كذا مرحلة كده بتعديهم. المراحل دي بتاخد لها مثلا مدة ما بين سنة لحد سنتين مثلا، وبعد المدة دي المشكلة بتتحل. بس بعد المدة دي لو مثلا الالتهابات قلت، المفصل بتاعك لازم يكون في مدى حركي او بتقدر ما فيهوش تيبس. فدور العلاج الطبيعي في الوقت ده او في التجمد الكتف ان هو يحافظ على المدى الحركي بتاع الكتف، ما يحصلش تيبس، عشان لما الالتهابات دي تخف بعد المدة دي يبقى كتفك كويس وتقدر تحركه عادي. هندخل بقى دلوقتي في تمارين العلاج الطبيعي. واول حاجة في برنامج العلاج الطبيعي هو ان احنا نعمل كمادات دافية على منطقة الدراع او منطقة الكتف اللي فيها الم لمدة 10 دقائق. والكمادات الدافية بعدها ممكن اي حد يعمل لك مساج على منطقة الكتف بالطريقة دي، ممكن على منطقة الدراع او منطقة الكتف بالشكل ده كده، وكمان على منطقة لوح الكتف من ورا. المساج ده مثلا لمدة 3 دقايق. المساج ده يبقى عميق شوية، ما يكونش مساج سطحي، يعني تضغط شوية وانت بتعمل المساج. هو مؤلم بس هيريحك بعد كده. وبعد ما تخلص المساج ده هنبدأ نعمل تمارين تليين للكتف. وانت نايم على ظهرك هتشبك ايديك في بعض بالشكل ده وتبدأ ترفع دراعك لفوق وتنزل. هتعمل التمرين ده كده 10 مرات. ممكن في البداية تعمل 7 وحدات، مش لازم 10 مرات مرة واحدة. ممكن تعمل مثلا 5 أو 7 وتريح شوية وتعمل كمان مرة. يبقى كده عملنا التمرين ده من 5 لـ7 عدات مجموعتين. خلصنا التمرين ده وانت نايم برضو هتجيب عصاية زي دي وتبدأ تحرك كتفك المصاب لبرة بالشكل ده كده، يعني ايدك اليمين، فلنفترض مثلا الايد الشمال هي اللي فيها المشكلة، الايد اليمين هي اللي بتزق العصاية لبره بالشكل ده، واليد الشمال هي ما بتتحركش، الايد اليمين هي اللي بتتحكم في الحركة. هتعمل التمرين ده برضو من 5 لـ7 عدات وتريح مثلا 20 ثانية وتعمل كمان مرة. التمرين التالت معانا وانت واقف بالعصاية برضو، ايدك الشمال هي المصابة واليد اليمين هي اللي هتزق لفوق، وتبدأ ترفع دراعك لحد ما تحس ان فيه بدأ شد شوية. اثبت ثانيتين كده وانزل تاني. هتعمل التمرين ده برضو من 5 لـ7 عدات وتريح 20 ثانية وتعمل كمان مرة. التمرين اللي بعد كده واخر تمرين معانا هو هتجيب فوطة وتمسكها بالشكل ده كده، الايد الشمال او المصابة هي اللي ورا ظهرك كده، وتمسك بيها الفوطة والايد اليمين ماسكة الفوطة من فوق، وتبدأ ترفع او تفرد دراعك اليمين لفوق وتنزل بالشكل ده كده. المفروض الايد اللي تحت او المصابه يعني هي تسايبها خالص، والايد اليمين هي اللي بتشد لفوق، فهتلاقي دراعك الشمال بدا يجي ورا ظهرك. والتمرين ده هو مؤلم شويه، بس خد الموضوع تدريجي، مره مع مره هتلاقي بدا يبقى فيه تليين في الكتف وهتلاقي التمرين سهل. هتعمل التمرين ده برضو 5 لـ7 عدات وتريح 20 ثانية وتعمل كمان مرة. ان شاء الله بالتمارين دي التيبس والم الكتف اللي عندك ده ان شاء الله يخف. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص. اتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل حاجة بنزلها. ولو حد عنده اي استفسار ممكن يكتب لي في الكومنتات تحت. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.